مرحبا بك خالي العكروتي، معتمد اسفاق في المدينه. خلي كنا توا في زياره تعرف ميدانيه في وتطوعيه. سي رياض، تعرف في اطار ولا الحمله الجهويه ولا لتحيين الرخص. اليوم كنا في دخلنا تو للقباضة كما كنتوا تشاهدوا، حبينا نتابعوا العمليه. كما تلاحظوا وانه معناها تقريب الكميات متوفره من الدخان بمختلف انواعه في القباضه، لكن للاسف شنو اللي صاير في العمليه ذي؟ انهم اصحاب الرخص معناها فهمتني ولا اللي اون برانسيب هذا من المفروض يبيع الدخان في المحل نتاعهم، هذوما يدخلوا بها الى مسالك غير قانونيه، معناها يوزعوا في الدخان يبيعوا فيه لمحلات غير مرخصه في عمليه مضاربه واضحه. يولي اللي يجير من كان ب 4500 يولي ب 7000. كما تشوفوا ما همش الكل، لكن الاغلبيه منهم منخرط في العمليه هذه، وعلى توفر معطيات وعلى وفي اطار تحيين الحمله. معناها في معتمدية فاقس المدينة عندنا حوالي 250 رخصة، وحاليا وقع تعليق نشاط أكثر من 120 رخصة. عندنا 30 رخصة هذية ما تتوفرش فيه شروط التحيين، ما عندوش محل. تعرفش معناها ما عندوش محل؟ معناها الإنسان هذا ماخذ رخصة يأخذ في الدخان يبيع فيه في مسالك غير قانونية، وفما شكون صرح قال لك يبيع فيه في مسالك غير أظامة، وقع توقيف نشاطهم نظرا لاعدام الاستكمال وعرضهم على اللجنه الجهويه. فهمتني ولا؟ اظن حاليا باش تم عرضهم على اللجنه الجهويه. عندنا اكثر من 70 رخصه في الوقت الحالي هذه ما استوفتش اجراءات التحيين، هذه وقع تعليق على نشاطها نظرا لاني ما صابتش ملفاتها في الاجل، نظرا لاني عنده وثائق مكتمله، نظرا اللي عنده بعض الاشكاليات. تعرف معناها تقريبا 50% من الرخص كانت تنشط بطريقه غير قانونيه. معناها في الاطار هذا، في اطار تنظيم القطاع، معناها فهمتني ولا؟ وبتنسيق مع السيد فهمتني ولا؟ بتنسيق مع السيد القابض القابض الجهوي لقباضة المنتوج دخان، معناها وقع معناها فهمتني ولا؟ وقع تنظيم الجزئي للقطاع في انتظار التنظيم الكلي. الناس اللي ما عندهاش محلات والناس ما توفرش فيها الشروط هذه راه يقع تعليق نشاطها فهمتني ولا عن طريق اللجان الجهويه اللي باش تنعقد تنظر في الملفات. وهذه دعوه لاصحاب الرخص، راهي رخصه الدخان هذه لازم تستغلها في المحل، راهو يلزمك تعلق الرقم نتاعها على وجهه المحل، راهو يلزمك تعمل اشهار اسعار، معناها الاسعار تبدا موجوده وتبيع بالاسعار والتراخيص والاسعار اللي اعطتها لك الدوله، وتبعدوا على الانخراط معناها في المنظومه نتاع معناها الخارج مازالك التوزيع. راهي المنظومه هذه هي اللي اضرت بالقطاع، وراهو احنا باش نشدوا الرقابه على محلات بيع التبغ وعلى المحلات اللي ما عندهاش رخص. تبقى عندنا اشكاليه اليوم على ضعف الكميه كل ساعه. ضعف الكميه صحيح موجود، واحنا طلبنا القباضه في توضيح باش تعطينا بلاغ توضيحي في الكميه. تو كيما الاسبوع هذا اكثر من 450 الف باكو، تقريبا اكثر من 450 الف باكو، معناها هذه توزعت على مستوى جهوي، معناها 450 الف باكو كميات هامه، كميات هامه، لكن نقص في ماده الاجار يمكن ما يبررش انهم يبيعوها خارج مسالك التوزيع. يا خويا الكميات اللي هي تمنح وتسند بيعها داخل مسالك التوزيع ب 4500، ما نبيعهاش لبرا ب 7000، يبيعوا فيها في محلات غير مرخصه ب 7000 اليوم. وكما نشوفوا فما برشا تشكيات وفما برشا حملات يقول لك سايب الليجير رجع الليجير راه الرجال ب 7000. هذه الحمله تنترج فهمت في اطار مقاومه هذه الظاهره، وان شاء الله ننجحوا في تنظيم القطاع. حملات انطلقتوا فيها انتم اليوم المحجوزات، ثم محجوزات الدخان والله ثم محجوزات تقريبا. الحملات تكاد تكون يوميه في وسط المدينه، في الميناء، في النصريه، في 5 أوت، فهمت في كل الطرقات الحملات يوميه. والكميات هامه اللي تم حجزها من قبل الشرطه والتجاره، مصالح التجاره ومصالح الامنيه، كميات هامه. الكميات اللي شديناها كل عند ناس فهمتني ولا هذوما ما عندهمش رخص بيع التبغ اصلا. معناها كي تسالوا منين خذيت الدخان يقول لك من عده محلات مرخصه، معناها المرخص واللي يبيع الغير مرخص، وغير مرخص واللي يبيع فهمتني ولا بسبب بترفيع كبير في الاسعار. في تقريبا تشوف انت معناها باكو الايجار ب 4500 يتباع ب 7000 لبرا، معناها مشكلة كبيرة ياسر، تقريبا مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. معناها في إطار أنه رجعوا الأمور لنصابها، راهي باش تشدد حملات الرقابة وباش تكثف إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة.